السلام عليكم يوتيوب، حياكم الله وصباحكم الله بالخير والسرور والسعادة، واهلا فيكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو فلوج جديد، فلوج ستايل، حنتابع الوجبات اللي باكلها خلال اليوم، وحنتكلم بشكل خاص عن البيك ويك او الاسبوع قبل البطولة. ايش بتعمل في الاسبوع الاخير قبل البطولة؟ كيف بتحضر وبتجهز حالك؟ يعني في سيكونس معين او في خطوات معينة بتتاخذ في البيك ويك، حنتكلم عنها وحورجيكم الوجبات اللي باكلها حاليا. باقي على البطولة تقريبا 4 ايام، اليوم حيكون اخر يوم تمرين، بعديها راحة للستيج اليوم الأربعاء، خميس جمعة سبت، البطولة يوم السبت إن شاء الله. وهذه هي، لو كنت مهتم اترك لايك، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، ونبدأ بالوجبة الأولى اللي هي وجبة الإفطار. يلا اللوغ اللي فات كان ممتع شوي، كان هاي كارب داي، بس اليوم حنرجع للو كارب داي. الوجبة الأولى هورجيك ايش الوجبة الأولى. 180 بياض بيض، اللي هي تقريبا 6 بيضات، وعليهم بيضة. هذا هو افطارنا الأسبوع هذا. انا بفضل انه بياض البيض يكون مستوي تماما والصفار يكون وسط تقريبا، فهيك بهذه الطريقه بتطبخ البياض وبعدين بتقلب الصفار ينطبخ شوي. هذا هو بالنسبة للإفطار. 180 ملي بياض بيض، بيضة كاملة، ومعاهم تقريبا 50 جرام أسبارغوس. طيب بالنسبة للسعرات اللي أنا بأكلها حاليا، حاليا في آخر أسبوع السعرات نزلت على الأخير، عشان واحد يعني تحاول تخسر آخر ما تبقى من الدهون عشان تبان يعني أنشف ما يكون على المسرح. تقريبا بحدود 1450 سعرة حرارية، 170 ل 180 جرام منهم بروتين، 80 جرام فقط منهم كربوهيدرات، 50 جرام فات، 50 جرام دهون. الفلوج الاولي كان هاي كارب داي، وصلنا تقريبا 300 جرام من الكربوهيدرات، وبعديها نزلنا لل 80. الموضوع مش ظريف بتاتا، وتقريبا حينقطع الكارب اخر يومين قبل البطوله، بحيث انه الجسم يكون جاهز لللودينج اللي بيصير في يوم البطوله. خليني اشرح لك الموضوع من الاول. اخر اسبوع قبل المسرح او قبل الصعود على المسرح قبل يوم البطوله يسمى البيك ويك، أسبوع التحضير الأخير. الهدف من البيك ويك إنه توصل أكبر نشافة على المسرح. هذه بيستخدموا نفس التكنيك هذا أو البروتوكول هذا في التحضير لجلسات التصوير، عشانك في جلسات التصوير العارضين أو اللاعبين بيبانوا أنشف، لأنه بيعملوا شغلتين. الأولى بيقللوا نسبة المي في الجسم قدر المستطاع، أساس الجلد يكون أقرب للعضل فيبان العضل أنشف. والنقطة الثانية بيعبوا العضلات بالكربوهيدرات أو الجلايكوجين اكبر قدر ممكن، عشان تبين العضلات منفوخه او مليانه مثل ما بيحكوا. اللعبه بتكون على شغلتين اساسيتين، هما الكربوهيدرات والمي. بالنسبه للمي اللي هي الابسط، خلينا نخلص منها. المي بدك تطلع المي من الجسم قدر المستطاع في يوم البطوله او يوم التصوير، واحسن مدر للماء اللي هي الماء، انك تشرب مي اكثر. لانك لما تشرب مي اكثر جسمك بيصير عنده زي رساله انه في مي زياده عنا بتدخل، فاحنا حنتخلص من المي الزياده هذه، وما في عندنا مشكله، مش محتاجين انه نحتفظ بالمي هذه لانه في مي حتيجي. الشخص قاعد بيشرب 5 لتر ولا 6 لتر يوميا، فبتشرب في اول 6 ايام او اول 5 ايام كميه مي اعلى من اللي انت بتشربها بشكل طبيعي، واخر يومين بتقلل كميه المي. على سبيل المثال اول 5 ايام تشرب 4 لتر او 5 لتر من المي يوميا، على اليوم السادس والسابع بتنزلهم للتر. تمام، هذا بيخلي جسمك انه جسمك بكون اوريدي متبرمج انه يتخلص من المي الزايده، وفجاه انت بتقطع المي اللي داخله وهو عاد بتخلص من المي الزياده، فبوصلك للنشافه اللي انت محتاجها. هذا بشكل طبيعي. طبعا بشكل غير طبيعي بيستخدموا مدرات للبول، اشياء بتحفز الجسم انه يتخلص من المي الزايده، وهذا موضوع ثاني بصراحه بعيد عن خبرتي. بالنسبه للكربوهيدرات اللي بينعمل التالي، نفس الموضوع. اول 5 ايام تبدا تنزل كميه الكربوهيدرات بشكل يعني كبير جدا بالنسبه للي انت متعود عليه،
على أساس أنه الجسم يتخلص من مخازن الكربوهيدرات داخل العضل على شكل جلايكوجين، تمام؟ فحتى هان بيجي مصطلحات بتحكي لك والله حاس حالي فلات، حاس حالي هابط، حاس حالي العضلات مش مليانة، وهذا لأنه العضل فاضي من جوا، ما فيه جلايكوجين أو الكربوهيدرات المتخزن جوا. وآخر يومين البعض بيقترح أنه تقطع الكربوهيدرات نهائيا، تروح كيتو دايت تقريبا، ما يشبه بالكيتو دايت، بحيث أنه تتخلص من يعني كل الكربوهيدرات اللي في العضل، العضل يكون فاضي تماما، عشان على يوم أو يومين قبل البطولة حتعمل ما يسمى بالكارب لودينج أو تحميل الكارب، اللي هو أنك تفتح بكربوهيدرات بشكل أساسي بكميات عالية جدا، أضعاف اللي أنت متعود عليه أو أضعاف اللي كنت عليه، بحيث أنه الجسم يأخذ الكربوهيدرات هذه أو العضلات تأخذ الكربوهيدرات هذه وترجع تمتلي أو تكون مليانة. يعني أكثر تشبيه ملائم اللي هي الإسفنجة، لو جبت إسفنجة ونشفتها في الشمس لمدة 4 أيام أو 5 أيام حتنشف تماما، وبعدين تصب عليها مية راح تتشرب المية هذه كلها بقوة، عارف؟ فهذه بشكل عام البيك ويك والكارب لودينج، أتمنى تكون شرحتها بشكل صحيح. فاللي حامله أنا حاليا حظني ماشي على 80 جرام كارب من أول الأسبوع الأخير، آخر يوم أو يومين ممكن نقلل الكارب كمان، بحيث أنه البطولة حتكون يوم السبت، على الأغلب يوم الخميس والجمعة، آخر الخميس ويوم الجمعة حيكون يوم التحميل، حنبدأ نأكل الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مش شرط تكون صحية يعني، وهذا رح نشرحه أتوقع إن شاء الله، حنحاول نصور فلوج في يوم اليومين هدول، فحنورجيكم الكربوهيدرات اللي بتتاخد. وفي المرحلة هذه البروتين والدهون خلص يعني مش ما له أهمية كثير، لأنه اللي بنى بنى واللي درس درس، فاللعبة الأخيرة حالياً لعبة كربوهيدرات ومي. هنأكل الوجبة الأولى، هذه سعراتها، ونشوفكم على الوجبة الثانية. عدنا مع الوجبة الثانية، اليوم حتكون الوجبة الثانية والوجبة الرابعة دجاج، تمام؟ دجاج وخضار، بس واحدة حتكون معها كربوهيدرات على شكل بطاطا، واحدة حتكون من غير كربوهيدرات. فالوجبة اللي هلأ أنا هاخدها المفروض تكون حتكون برضو وجبة ما قبل التمرين، حيكون فيها 150 جرام دجاج، 100 جرام بطاطا فقط، 15 جرام تقريبا من اللوز، وخضار. مع الوجبة هذه حناخد إشي يبلع من بيسكس، كومبليت 10 هو أحماض أمينية أو الإسنشال أمينو أسيدز، طعمه رهيب جدا، هذه نكهة الفيمتوليشس أتوقع بصراحة. هذه الأشياء يعني بتساعدك لما تنزل الأكل، خاصة في الأسبوع الأخير أنا عن جد حتبدأ يعني تحس بالكريفينجز، عارف؟ بصير بدك تأكل أي شيء أي شيء، هذه بصير شكلها زاكي. فهذا واحد من الشغلات اللي تشرب أحماض أمينية، لأنه يعني تقريبا سعراتها قليلة جدا. القهوة قدر المستطاع، بس من غير ما تزود عن حد، إنه يعني عارف يهبلك عشان ما تتعب. وايضا مشروب كركديه، ستعمل كركديه قرفه مع ستيفيا وتمزمز عليه، طعمه زاكي ونوعا ما بيشبعك، مش بيشبعك بس بيملى بطنك، انت بالاخير بدك اشي تمزمز عليه. هذا بالاضافه طبعا للخيار والخس، واحد يعني قلب ارنب بالفتره هذه. على العموم حنسخن هذا، حناكل الوجبه هاي وحنحضر للجيم، نشوفك بعد ساعه. وحياكم الله وحوش في معمل ما قبل التمرين. هذا حاخده قبل التمرين، هذا الشيكر اللي حشربه قبل التمرين، وهذا الشيكر اللي هحط فيه الأشياء اللي حشربها خلال التمرين. خلينا نجيب المكملات. الاثنين حنحط فيهم ملح هيمالايا، هذا سكوب يعني تقريبا 5 جرام أو نص جرام، لأنه جرام صراحة كتير بيطعم. الكرياتين ححط 5 جرامات اللي باخذها المفروض الجرعة اليومية، نص في البري ورك اوت ونص في الانترا ورك اوت. هاي طريقة شفتها على فيديو يوتيوب واحد من العلماء المشهورين في البحث عن الكرياتين، حكى انه يعني في فايدة من اخذ الكرياتين خلال التمرين. بالنسبة للبري ورك اوت حناخذ اليوم جودزيلا من رايز، هذا فيه كافيين، في الفترة هذه محتاج
كل إشي أنت ممكن تستخدمه عشان تصحصح. هناخد سكوب وتقريبا سكوب ونص. السكوبين تقريبا 350 ملي جرام من الكافيين. سكوب ونص يعني. والإنترا وركاوت هناخد EAA Essential Amino Acid. هذه آخر العلبة فإحنا إيش هنعمل؟ هنحط العلبة ما تبقى من العلبة يا حبيبي على الجينز اللي طلعت برا. وبس والله نحطهم بالفريزر لحد ما يبردوا وناخذهم قبل التمرين. هناخذ هذا قبل التمرين، هذا خلال التمرين. والجدير بالذكر انه كل المكملات برعايه موقع sporter.com، المكملات اللي انا بستخدمها خلال فتره التحضير او خلال حياتي، يعني انا من زمان مع سبورتر. وهذا كود الخصم بيعطيك 10% خصم على طلبياتك. يعني سبورتر غني عن التعريف، واحدة من أقوى يعني مستودعات المكملات الغذائية في الشرق الأوسط، وحاليا بوصلوا لدولة العراق الحبيبة ودولة مصر. إجداد دخلوا دولة مصر، ففي شوية منتجات يعني ما بتدخل مصر حتى الآن، ولكن إن شاء الله مع الوقت كل المنتجات الموجودة على الموقع بتكون متوفرة لأصدقائنا الحلوين في مصر. نشوفكم خلال التمرين ويلا بينا. نص ساعة ونطلع التمرين. سلام. اليوم الأربعاء وحيكون إن شاء الله آخر تمرين، حيكون ظهر على الأغلب، كل بشكل عام تمرين سحب، بس ما حنلعب التمرين كامل، حيكون تمرين حجم التمرين أصغر. حنلعب جولتين جولتين جولتين، حركز على الظهر السفلي، جولات عالية، يعني هي المنطقة اللي فيها شوية الدهون اللي ضايلة. فيعني الواحد يعني في الفترة هذه خلاص، اللي درس درس واللي نشف نشف واللي عمل عمل واللي بنى بنى، بس يعني لو هيعطيك 1% زيادة ليش لا. فهنلعب ظهر سفلي، ظهر كامل، كتف خلفي وشوية بطن، ونعمل بعديها 20 دقيقة كارديو. وبس الفكرة في آخر مراحل أو آخر الأيام التركيز بيكون على السيطرة على الفتيق أو على التعب. بدك تقلل التعب قدر المستطاع وتحسن استشفاء العضلي، بمعنى آخر ما بدك تمارين عالية الشدة، ما بدك فيليرز أو تمارين حتى الفشل العضلي في آخر فترة، لأنه هذا شوي حيأثر على شكل العضلة. بكرة الخميس وجمعة حيكون راحة قدر المستطاع، ممكن نعمل شوية كارديو إشي بسيط، بس على الأغلب حيكون راحة. والسبت إن شاء الله حيكون الستيج. دعواتكم، 5 دقائق بس تحرك الدم وعلى التمرين. وهذا أكثر شيء مقصر فيه، بوزينج متعب ابن الذين. هلا هنعمل كارديو 20 دقيقة، 15 دقيقة ل 20 دقيقة، وعلى البيت للوجبة رقم 3 كارديو.
عدنا من الجيم، نفس المكملات اللي باخذها بعد التمرين اللي هي اشواغندا على الاقل 600 ملغ والالكارنوسين، ومعاهم الفتره هذه بضيف كركم او تورميريك، هذا من بروفيتا. هاي الفيتامينات عشان تهدي شويه الالتهابات اللي في الجسم، بحيث انه الجسم يكون مصحصح يوم البطوله. الوجبه الثالثه حتكون، انا بطبخ مره في الاسبوع ان شاء الله في المستقبل، حامل فيديو طبخ وبحطها في هذه الكونتينرات اللي هي استخدام واحد، احسن اختراع في الحياه صراحه، بتطبخ واكلك بيكون جاهز. الوجبه الثالثه حتكون 100 جرام رز و150 ل 160 جرام سمك ابيض، حنسخنها في الميكروويف، ومعاهم راح اشرب هذا الشيء اللي هو هيت من باكت اب. تركيبته مرتبه صراحه، فيه الياف 3 جرامات من الياف، وفيه شيء اسمه اوفا اورسا وداندليون، هذول شغلتين مدرات للبول او بتخلص الجسم من السوائل الزياده، وهذا الهدف الفتره هذه. مشكلته الوحيده انه بتحسه غاز، عارف الماسترد غاز النووي، الغاز تبعه طعمه رهيب، نكهته رهيبه، وبيساعدك انه تحس حالك شبعان، يعني عن جد بيخفف الجوع، ويعني شيء تبلع فيه من غير السعرات الحراريه الزياده. حناكل الوجبه الثالثه، نريح شوي، بعديها شوي حناكل الوجبه الرابعه اللي زي ما حكينا هي عباره عن دجاج وخضار فقط، وهذه هي، ونشوفكم في الوجبه الاخيره ان شاء الله. جود لك، دعواتكم يا كبار. وها نحن ذا لاخر اليوم والوجبه الاخيره، اللي بالعاده بتكون اشي عارف بروتين باودر، اشي احلي فيه عشان الواحد يفش شويه. حنستخدم نفس البروتين ايسوليت من كريس بومستيد، حناخد سكوب بروتين، سكوب جلوتامين، وعليهم بيكنج باودر، يعني تقريبا ربع معلقة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة كاكاو عشان ايش، يعني شوية طعم شوية حياة. هتخلط المكونات الناشفة جيد جدا. الوجبة هتكون فقط بروتين ودهون، الدهون نوعا ما عشان تبطئ امتصاص ال ليش رجعته؟ عشان تبطئ امتصاص البروتين عشان ما يعمل انسولين سبايك وهيك، وطول ما تنام تحس حالك شبعان ما تجوع. هنحط عليهم شوية مية، وعليهم 50 جرام من البومكن بيوري اللي هو قطين مفروم، هذا بيستخدموه في الحلويات، ما فيه اي سعرات حرارية، مليان بالالياف، مش ما فيه سعرات يعني سعراته خفيفة يعني، وما فيه الياف، بيعطي حجم للخلطة تبعتنا على اساس يعني تحس انك بتاكل، تشبعك شوي. وتخلطهم كويس، بعد ما تخلطهم كويس تأكد كل شيء مخلوط، ممكن تتاكل هيك. هنحط عليهم شوية زبدة فول سوداني 20 جرام في الميكروويف لمدة 40 ثانية. المفروض تكون طرية من جوا، يعني لو طولت عليها حتنشف، فأنت بالضبط بدك تجيبها بحيث إنه تكون شوية طرية شوية ناشفة بين البنين. لما تطلع بتضيف عليها تقريبا 40 ل 50 جرام من توت مجمد، وهذه هي، هذه أزكى وجبة في اليوم صراحة. ممكن ترش شوية ملح عشان تطلع الطعم، الملح مهم في الخلطات هذه. وهذه هي بالنسبة لآخر وجبة حناكلها. هاي الوجبة تقريبا 300 سعرة حرارية، منهم 30 جرام بروتين و13 جرام كربوهيدرات و13 جرام من الفات، وبهيك بنكون سكرنا تقريبا سعراتنا اليومية. اليوم 180 جرام بروتين، شوية زيادة بس مش مشكلة، 72 جرام كربوهيدرات و43 جرام فات. هذا هو بالنسبة لليوم. بكرة إن شاء الله حيكون نفس الجدول تقريبا، والجمعة حنبدأ الكارب لودينج بإذن الله رب العالمين، أقدر أصور الفلوغ. هذا هو بالنسبة لفيديو اليوم، لو عجبك الفيديو اترك لايك، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، واكتب في التعليقات ايش اللي بيعجبك في هذا الستايل من التصوير، ايش حاب تعرف،
نشوفكم على خير إن شاء الله وسلام.